افتتح في العاصمة المؤقتة عدن مول تجاري بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين دولار. وخلال عملية التدشين قال مالك المشروع التجاري قحطان اليافعي إن هذا المشروع يمثل إضافة جديدة للسوق المحلية في المحافظة، يشكل رافدا اقتصاديا لمدينة عدن، وسيسهم في التخفيف من البطالة، حيث أسهم هذا المشروع بتوفير قرابة 1000 فرصة عمل للشباب. اليوم نحن نفتتح مشروع 90 مول التجاري السياحي. نتمنى أن يكون هذا المشروع فاتحة خير على عدن. عدن طبعا محتاجة إلى مشاريع كمثل هذه، ومحتاجة إلى عديد من المشاريع، وأهمها المشاريع الصناعية والمشاريع الخدماتية. فعدن تفتقر إلى هذه الأشياء، وإن شاء الله بإذن الله أن عدن تعود إلى ما كانت عليه سابقا. أنت كما تعلمون أنه بالفترات السابقة في السنين الأولى التي مضت عدن انهضمت